السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في محاضرة اليوم للي ما بعرفش يرسم UML Diagram باستخدام برنامج الـ Visual Paradigm Community Edition. هذا برنامج خاص في رسم اللي هو الـ UML Diagrams. طيب، أول ما يفتح معك البرنامج راح يفتح بهذا الشكل، تمام؟ وعلى كلمة داش أو على كلمة البروجكت راح يكون معلم. فأنت أول حاجة بدك تعملها طبعا بدك تنشئ اللي هو نيو بروجكت. طيب الآن طبعا هذا البروجكت قديم، خلينا نخلص منه. طيب بالنسبة للبروجكت الجديد، بدنا نعطيه اسم. خلينا نحكي مثلا انه مثلا ريفيجن، طيب نقول كرييت بلانك بروجكت، راح يرسئ لي بروجكت جديد. فبتظهر عندك اللي هي شاشة الترحيب اللي هي اللي موجودة قدامك. الآن احنا خلينا نحكي انه موجود عندنا هذا الاكزامبل الموجود عندي. بحكي لك انه طبعا هذا من امتحان سابق. بحكي لك draw use case diagram for exam system for undergraduate computer science courses such as what you are witnessing right now. Make sure your diagram captures all users and uses of an exam. فهذا بتكلم يعني في الفصول العادية، بحكي لك انه انتو كطلاب خضعته مثلا لامتحان، امتحان نصفي، امتحان ايا كان الامتحان او كويز. وانت في الامتحان المطلوب منك انك ترسم لي يوز كيس دياجرام بيمثل الامتحان، بيمثل جلوسك انت للامتحان، المدرس اللي اعلمك بزمن الامتحان، المراقبة، الامور هذه. فهذا الشكل او هذا السيناريو الموجود عندك بيحكي لك ارسم لي يوز كيس دياجرام بيمثل لي ما تراه انت في قاعة الامتحان. فعشان نبلش فيه، يعني اول حاجة في عندي يوز كيس مكتوب لك draw use case diagram. فانا من الفيجوال بارادايم بدي اروح على اللي هي الدياجرام نافيجيتر، على الاغلب راح تكون موجودة عندكم فوق هون. ففي الدياجرام نافيجيتر انا بختار من الـ UML diagrams، بختار يوز كيس دياجرام وبضغط عليها زر يمين وبحكي له new use case diagram او new diagram. فالان ظهر عندي هنا اللي هو الدياجرام نيم، بدك تعطيه اسم اللي هو مثلا exam، خلينا نحكي اسمه، تمام. الان المطلوب منك انك تحدد اللي هو الاكتورز. اول خطوه موجوده عندنا لازم تحدد الاكتورز الموجودين عندك. الاكتورز اول واحد طبعا انت كستودنت، هي واحد. في عندك الانستركتور او الليكتشرر اللي بيدرسك، اللي قال لك انه في اختبار. في عندك كمان ناس تانيين اللي هم المراقبين الموجودين عندك. في بعض الاحيان المدرس بيكون في عنده مثلا المعيد بيشتغل معه، فالمعيد مثلا ممكن بدك توضحه في الرسم بتوضحه. يعني خلينا نحكي انه مثلا في مدرس من المدرسين، السيناريو كالتالي: مدرس من المدرسين اعلم الطلاب انه في اختبار يوم كذا، وراح يكون المعيد اللي عنده هو اللي بده يراقب في هذه القاعة. فالأصبح الآن عندي ثلاث أنواع actors موجودين عندي. أول واحد اللي هو lecturer، خليني أسميه lecturer، هاي أول واحد. في عندي كمان واحد اللي هو خليه اللي هو teaching assistant، teaching assistant. طيب في عندي كمان واحد اللي هو student، كويس. فهي عندي اصبح اللي هو ثلاث انواع من اليوزرز موجودين عندي او الاكتورز الموجودين عندي. الان احنا لو نيجي نطلع على السيناريو مره ثانيه، احنا حكينا انه الليكتشرر بده يعلم الطلاب بانه في اختبار، كويس، بده يعلم الطلاب انه في اختبار. الان لو بدنا نيجي نوضح السيستم، طبعا احنا حكينا
اللي هي المربع هذا بده يكون فيه او بيمثل لي السيستم اللي انا بدي اتعامل معه، خلينا نسميه انه exam system. كويس. حكينا انه طبعا لكل فرد من الافراد هذه، كل اكتر من الاكترز هذه، احنا ممكن نروح نطلع ورقه وقلم ونقول مثلا ليكتشر ايش الاشياء اللي بيعملها. الشيء الاول اللي بيعمله اللي هو اول حاجه ببلغ الطلاب انه في عنده اختبار، تمام، inform students او inform او set exam. set exam اللي هو exam date, exam time, exam material، بيعمل set ل اللي هو الاختبار. هاي اول واحدة. الشغلة الثانية اللي بيعملها الليكتشرر انه بحضر الاختبار. في كمان بيراقب على الاختبار، تمام، وبرضه كمان بده يصحح الاختبار. فهذه الاشياء احنا يعني اشياء ملموسه، هذه بدنا نيجي نكتبها بقائمه مثلا على ورقه خارجيه وبعدين نيجي بنوضحها. خلينا نكتبها الان بعد ما كتبناها على ورقه خارجيه، خلينا نيجي نوضح كيف نرسم اليوز كيسز. اليوز كيس هي موجوده عندي، طبعا لما اخترنا يوز كيس دايجرام كل شيء موجود هان يخص اليوز كيس دايجرام. في اشياء ثانيه بتخص اللي هو الكلاس دايجرام مش راح نلاقيها، في اشياء بتخص السيكونس دايجرام مش راح نلاقيها الا اذا رحنا واخترنا مثلا كلاس دايجرام او سيكونس دايجرام تظهر عندي. طيب خلينا ناخذ مثلا ليكتشر، في حكينا انه بدي اعمل مثلا اللي هو ست اكزام، اكزام تايم او ديت. طيب هاي اول يوز كيس موجوده عندي. في كمان يوز كيس حكينا انه بدي اعمل اللي هو prepare exam، بإمكانك تسيب فراغات ما بينهم، بإمكانك تخليهم يعني متصلين عادي جدا طول ما أنت يعني فاهم الفكرة وواضحة لك الفكرة بيكون أمور سهلة. بس دائما إحنا متعودين نوصل ما بينهم لأنه بسبب اللي هي برمجة الجافا أو لغة الجافا. في عنا كمان إحنا حكينا إنه بده يراقب اللي هو NVG late exam اللي هي معناها يراقب exam. في كمان اللي هو mark exam، عندنا mark exam اللي هو بده يصلح الاكزام. طيب هذول الاشياء مثلا بنحطهم مثلا بستايل معين، طيب احنا الان رتبناهم بهذا الاسلوب. طبعا ممكن نحرك هذا السيستم، نصغره نكبره كيف ما بدنا، ممكن ننقل الستودنت مثلا في هذه الجهة، طيب عشان يكون الى حد ما يعني متناسب. الان بدي ارسم اللي هي، طبعا حكينا انه الليكتشرر هو بيعمل الاشياء هذه. طيب خلينا من هذا السهم خلينا اشيله انا، لو ضغطنا هذا بنشوف في عندي بيطلع عندي شيء اللي هو للعلاقات واللينكس، لو ضغطنا هان بيطلع عندي برضو حاجة لها علاقة اللي هي resources catalog. إذا أنت ضغطت عليه ضغطة وتركته بيظهر لك اللي هو إيش نوع العلاقة اللي بدك أنت تنشئها، بيعطيك hint. فإحنا ممكن نضلنا ضغطين عليه ونسحب إنه بدي تكون علاقة اللي هي الassociation ما بين lecturer وما بين exam. طيب في كمان علاقة أخرى ما بين هذه وما بين هذه اللي هي association. بعدين في عندي كمان علاقة مع الانفيجليت اكزام وهي association، وفي عندنا كمان علاقة ما بين اللي هي المارك اكزام. فهيك احنا وضحنا جميع ما يقوم به اللي هو الليكتشرر في هذا الكلاس دايجرام. طيب بالنسبة للتيتشنج اسيستنت، هل بحدد يعني اذا في اشياء مثلا اخرى غير الموجودة هان ممكن نحطها برضو موجود بنحطها، لكن اذا ما كانتش موجودة وموجود الاشياء الموجوده عندها، يعني مثلا خلينا نقول هل ايش وظائف التيتشنج اسيستنت؟ انه بيراقب وبصحح، يستعان به للتصحيح، يعني بيراقب بس وكمان بصحح اختبار. فهذه اسوسيشن، فصار التيتشنج اسيستنت عندي بيقدر يراقب وبيقدر ايش اللي هو يعمل ماركينج للاكزام. طيب بالنسبه للستودنت، احنا لو حكينا هنا مثلا
لو حكينا إذا بتتذكروا في بعض الرسمات حكينا and notify and notify اللي هو secondary actor الموجود عندي هان. لو عملنا زي هيك صار في عندي اللي هو lecturer بعمل set للexam date and notify students. طب بالنسبة للstudents إيش بيقدروا يعملوا؟ إحنا طبعاً ممكن إذا بدنا نرسم use case نرسمها بهذا الأسلوب، نضغط ضغطة هان وبنضغط ضغطة هان وبعدين نغير اسمها. في ممكن إنه نعمل اللي هو يعني لو حكينا مثلاً ضغطة زي هيك وحكينا new، يعني إحنا حكينا إنه بدنا ننشئ use case diagram جديد أو use case جديدة في داخل هذا السيستم، ممكن أضغط هان ومن هان أختار اللي هي use case اللي هي هذه الرسمة بالsolid line وبحكي له مثلا attend exam او take exam، خلينا نقول take exam. طيب لا ما رسمهاش، طيب خلينا نقول مثلا نرسمها بهذا الاسلوب، نقول له take exam وبعدين اذا انا بدي ارسم ممكن ارسم الخط مباشرة او اروح اقول له مثلا اللي هي take exam اضغط عليها راح رسم لي العلاقة ما بين الستودنت وما بين التيك اكزام. فاحنا هيك رسمنا الدياجرام اللي بخص هذا الديسكريبشن الموجود عندها. تمام، ف هيك بشكل بسيط كيف ممكن الواحد يعمل تحليل لستيتمنت لسيناريو موجود عنده من خلاله يطلع اللي هي الاكشنز اللي بيقوم فيها. طبعا اول مرحله لازم نحدد اللي هو الاكتورز الموجودين عندي بالسيستم، هي اول مرحله. المرحله الثانيه تحت كل اكتور يعني ممكن نطلعها او نعمل الاكتور، يعني لو بدنا نيجي نعمل نشوف شريحه جديده ممكن تقول مثلا الاكتور الاول كان عندي lecturer. تمام، تحته هان بتقول مثلا lecturer اول حاجة ايش بيعمل، رقم action واحد. طيب اثنين بدك تسمي اللي هي action اثنين، ثلاثة اللي هي action ثلاثة وهكذا. بعدين تيجي ل اللي هو الاكتور رقم اثنين بتشوف الاكشنز اللي بيعملها، action واحد action اثنين من خلال تحليلك للسيستم، اكتور ثلاثة اكتور اربعة اكتور خمسة. لو تيجي مثلا لأي دياجرام موجود عندك في خلينا نقول في خلينا نقول use case diagram examples وتروح على الجوجل مثلا وتشوف اي use case diagram حتى لو كان معقد بيكون الاشياء اللي عندك واضحة كالتالي. خلينا نقرأ الكل، يعني مثلا بيكون عندك دياجرام زي هذا، بيكون في عندك هان ستودنت، هنا في financial institution، تبقى عارف انه الستودنت بيقوم بهذه الاشياء، الفاينانشال institution برضه بيقوم بهذه الاشياء، نفس الشيء لهذا الستودنت هذه الاشياء الثانية الموجودة هان، هذا بالنسبة للريجستر وهكذا. بتصير سهل عندك انه تقرأ اي دياجرام بخص اليوز كيس. طيب لو نيجي نتكلم مثلا في موضوع لو مثلا البنك، لو بدنا نعمل مثلا دياجرام جديد نقول هنا مثلا new use case diagram وانا بدي اسميه مثلا ATM system ATM system عشان بدي ارسم اللي هي موضوع اللي هو الدياجرام الموجود عندنا في السلايدز. اول حاجه في عندي ATM system، ATM system في عندي اللي هو اكتر واحد كان اللي هو البنك كاستمر، والبنك كاستمر كان بيعمل اشياء اللي هي withdraw fund وكان بيعمل transfer fund transfer fund وكان بيعمل query query account أو query balance. طبعا بدنا نرسم العلاقات اللي هي علاقة association طبيعية ما بين الاكتور وما بين
كل يوز كيس. بعدين في عندي كمان علاقة هنا مع هذه، طبعا إذا ما حددناش نوع العلاقة راح يخفيها. طيب الآن حكينا من هذه الأشياء بطلب منه يعمل اللي هو validate لل PIN. لو نيجي نعمل اللي هو validate PIN أو اللي هي authentication، ممكن نختار نضغط عليها هيك ونقول له لحاله طلع لك إنه في include بدك إياها ولا لا. فهي include اخترناها، بنقول له validate PIN، راح علم لك عليها بهذا الأسلوب. ممكن أنت تقول له مثلا بهذا الأسلوب طلع وتعمل اللي هي هذه الطريقة، وتقول له اللي هي علاقة include. ممكن تقول له هيك برضو include. هيك صارت عندك إنه الكاستمر البنك كاستمر بيقدر يعمل withdraw fund، لكن بعد ما يعمل validate للـ PIN number. فهذا كل ما يتعلق اللي هو بالـ use case diagram المطلوب منكم لحد الآن. أنا ليش استخدمت هذا البرنامج؟ لأنه البرنامج هذا إذا كان full version بيساعدك إنك إذا بدك تحول هذا الدياجرام إلى جافا كود بكل سهولة. بتروح على قائمة tools وبتقول له كود واختار generate جافا كود، هذا إذا كان الموجود عندك licensed software. اللي موجود عندي هنا ما فيش عليه license، لكن بإمكانك تحوله لجافا كود، بإمكانك تعمل C++ كود، ممكن تعمل أشياء أخرى اللي هي reverse engineering. فبيساعدك بشكل كبير يعني إنك ترسم وتحول الرسم إلى أكواد مباشرة. راح نكمل كمان شوي إن شاء الله، يعني الخطوة التالية راح تكون لكلاس دايجرام. الخطوة التالية إن شاء الله راح تكون كلاس دايجرام. ولا طيب أنا بالنسبة لهذا اليوز كيس دايجرام بدي إياكم أنتوا ترسموا لحالكم. راح أحط الرسمة تبعته، بس رسمكم أنتوا بعد ما ترسموا قارنوا ما بين الرسمة اللي أنا بدي أحطها والرسم اللي أنتوا بترسموا لهذه اليوز كيس دايجرام. تمام. راح ندخل على كلاس دايجرام بعد لحظات إن شاء الله.